البطولة الوطنية. سيوسف دخلت اليوم؟ دخلت اليوم هي كنت غايبت في الفترة الأخيرة هذه. دخل هو تكلم على شيء هو صاير سابقا ومش باش يقف. لكن على الأقل كي هو مش باش يقف وقت اللي احنا ديما في كل إنسان مش احنا برك. الإنسان كل إنسان يعطي رأي والرأي هذا ما يعجبش اللي يهمه الأمر ما فما إلا التهجم الغير المعقول. وهل التواصل الاجتماعي هذا ويعطي ياخو يسمح الروح وقاعد ويشد البورتابل نتاعو ويكتب ويقول اشياء اللي ما يعرفهاش تماما. على الاقل التدخل نتاعو باش يكون كي تحبوا تنقدوا انقدوا الكلام اللي قلناه. معناها انت دون فبركه دون زياده او نقصان. لا مش زياده ضربه واحده. انت تهز الكلام وتعاودوا بالشيء اللي تحبه أنت والسيد اللي يكتب واللي يسب ونستعملها كلمة يسب صح يسب ويهين ويجيب لك الشيء اللي ما عندكش أنت على الكلام اللي قاله هو مش قلته أنت. على الأقل كي أنت ما عجبكش كلامي على الأقل اللي أنا قلته ما تحطش كلام عادي جدا أنك ما تحطش كلام اللي أنا ما قلتوش. وهذا مش المرة الأولى راهو وكانت عملت مرة الأولى والثانية والثالثة حب يقول فما التوجه والتوجه هذا مش حرية الرأي. تحس روحك مقصود من بعض الأطراف يوسف؟ 100% شنو نحب تروحي مقصود؟ هو فما واحد عاش ثمانية سامحني عاش توا ما يقارب 40 سنة في الكورة ومازال يتكلموا عليه معناها إنسان جديد ما عنده شيء. كيفاش ما عنده شيء 40 سنة في الكورة؟ بالله سي كيلاني سي محمد كيلاني مو هكا؟ محمد ولا محمد الكيلاني لا فهم محمد ولا لا وعماد 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 كما راهو اشمعنى؟ بالله ما راهو اشمعنى؟ بالله هبطوا التاريخ بربي نتاع المدربين نتاع التوانسه. خلي على الاقل هالصغار هذوما اللي ما يعرفوش يفرق ما بين الفاشل والغير الفاشل. على خاطر رمانه مساطط سامحني في الكلمة بالوعجم مساتت نفس الكلمة نفس الكلمة نفس الكلمة يتكلموا عن النادي الافريقي ما عملتش معه اللي عملت معه. يتكلموا على الترجي ما عملتش لا اللي عملت معه. يتكلموا على فريق رياض بن زرتي عملتش معه عملت معه. الملعب التونسي عملت معه. هناش يقول قائل مش الانسان ما يتكلمش على نفسه خلي التاريخ يحكي ماذا بيه خلي التاريخ يحكي. وقت اللي انا نجي لهنا وباش نتكلم احترم نفسك يا اللي تحب تعطي رايك احترم نفسك احترم الناس. وانا نقول لك راك كل شيء اللي باش تقوله ما فما الا ربي في الدنيا.